شوية ودي نحكيك حالاتي. مرحب بين أهلا يا بنية، مرحب يا ضي القمراتي. صبي يا قدام شوية ودي نحكي لك حالة، نحكي حالة، نحكي حالة، نحكي حالة. شكرا على هذه الكلمات الخارجة من القلب، الخارجة من أعماق الأنفس. بالفعل مرحبتين أهلا يا بنية، مرحب يا ضي القمراتي، صبي لقدام شوية ودي نحكي لك حالاتي. بالفعل الغريب عزيزي المشاهد الكريم بأن هذه القرى يتحدثون على الصبايا كثيرا، يتحدثون على البنات كثيرا، يعني فينا نقول جفاف رسمي.